سيد الرئيس باجي قايد السبسي، أولا برحب بيك في القاهرة وفي مصر بلدك التاني. أنا قلت سيد الرئيس لا يرحب بالمرء في عقر داره، نحن نعتبر أن في القاهرة نحن في عقر دارنا. أنا سعيدة طبعا أن أنا بلتقي بحضرتك للمرة الثانية، المرة الأولى كانت في شرم الشيخ. يعني حدثني عن اللقاء مع رئيس السيسي، وأظن أن معلوماتي بتقول أن اللقاء دام ساعة وعشر دقائق، ساعة ونصف منفردين قبل انضمام الوفد المشارك. طالما أن الحوار كان مفيد وفيه إضافات في مواقفنا المشتركة، أنا أعتقد أن الحوار ما طارش كثير. قضية هل أن الحوار مفيد أو لا مفيد، وأنا أعتقد أنه كان مفيد كما تقولون في مصر جدا جدا جدا. فيما اتفقتم، يعني خرجتم من المؤتمر الصحفي تتحدثون عن اتفاق في المواقف المشتركة تجاه الإقليم ومواجهة الإرهاب وما إلى ذلك، لكن خليني أسأل بالتحديد، يعني فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب فيما اتفقتم بالضبط؟ يعني الإرهاب مصيبة مشتركة مفروضة على مصر ومفروضة على تونس، ولكن يعني كلا البلدين جاهزين لمواجهة هذا الإرهاب بإمكانيات مختلفة حسب تونس وحسب مصر، لكن نحن كتونس وكمصر يعني في حدود بلد صديق شقيق هي ليبيا، وفعلا الوضع في ليبيا هو أولا غياب الدولة وكثرة الميليشيات المجهزة بالسلاح، وبالنسبة لتونس التسربات يعني متكررة. ليش؟ لأن نحن عندنا 500 كيلو حدود مع ليبيا، والحدود هذه غير مؤمنة بالكفاية، وأنا أعرف أن مع مصر فما 1200 كيلو زاد من الحدود، ولكن الوضع في مصر والوضع في تونس في مقاومة الإرهاب يعني فيه فوارق أمور نسبية، لكن بالرغم من هذا احنا على يقين وأن كل بلد مجهز وجاهز لمواجهة هذه الآفة. لكن كان هناك فيما يخص ليبيا كان هناك بعض التباين في وجهات النظر بين مصر وتونس، يعني مصر ترى أن المعركة على الإرهاب تنفصل عن فكرة الحوار، أنتم ترون أن قضية الحوار السياسي هي القضية الأساسية، وبان في المؤتمر الصحفي أن حضرتك قلت أنني جئت متفتحا لسماع كل وجهات النظر. بصراحة هذا التباين هل اقترب هنا في هذا اللقاء؟ ما فيش تباين، فيه أوضاع مختلفة. مصر موجودة على الحدود الليبية يعني ما بين تبرق لكن نحن على حدود أخرى يعني ما بين تونس وطرابلس، لا محالة أن في تبرق في حكومة معترف بها دوليا، ولكن في طرابلس فيها أيضا حكومة أو وضع يعني غير معترف به دوليا، لكن هذا لا يعني وأن الوضع غير موجود، ولا يعني وأن الجار في المنطقة هذه اللي غير معترف بها دوليا هو أيضا مرتاح للأوضاع. فكل جهة، مصر من جهة وتونس من جهة، تواجه الإرهاب الذي هو يواجهها. قد يكون في التعامل فما فوارق، وهذا شيء طبيعي لأن الأوضاع غير الأوضاع، ولكن في الأساس يعني تونس ومصر عندها نفس العزيمة ونفس التوجه لمقاومة هذا الإرهاب، ولهذا نحن كنا متفقين على ما يجب القيام به في هذه الميدان. وماذا يجب القيام به يا سيادة الرئيس؟ يعني ما فيش، تم الصد يعني خطر، كلما كان هنالك خطر دائم واجب السلطة أن تصادم الهجومات. يعني بعد 20 أكتوبر، بعد انتهاء ولاية البرلمان في تبرق، هذا موقف مستقبلي. ما ده مستقبلي، ده 20 أكتوبر بعد أسبوعين. يعني لسا محل، يعني في كل قضية لابد الإنسان لما يدخل في مواجهة أو في معاملة يتوقع الخروج منها، كيف الخروج، وإذا كان دخل في عملية ولم يأخذ الإجراءات اللازمة والجهازات اللازمة لكسب المعركة لابد أيضا أن يتصور الطريقة للخروج منها بأسلم الطرق. يعني أنتم اتفقتم مثلا على تدخل عسكري ربما؟ لا، على هذا غير وارد في
السياسة التونسية. نحن ضد التدخل العسكري، لا من احنا ولا ذلك ايضا من جهات اخرى، ونحن نعرف حق العرف حق المعرفة، ولا ثم جهات اخرى في المنطقة يعني تنمي التدخل العسكري، ولهذا احنا من واجبنا ان لا يتحقق ذلك. جهات اخرى تريد التدخل العسكري تمام. ما هي هذه الجهات؟ يعني انتم ادرى بهالامور، وعلى كل حال سيادة الرئيس على بينة من الأمر، لكن احنا لابد لا نكثر في الاحتمالات اللي ستكون، ولكن المسؤول السياسي ورجل الدولة لابد أن يتوقع كل الاحتمالات. لكن الحوار يعني طال أمده في ليبيا، والنتيجة في النهاية لا مش في ليبيا، على قضية ليبيا. على نعم والله إذا معك يعني الحوار على قضية ليبيا طال أمده، وفي النهاية الإرهاب يتسرب إلى تونس والإرهاب يتسرب إلى مصر، والوضع في ليبيا وضع مؤسف للأسف. هو الحوار إذا طال ليس فقط على القضية الليبية، عندنا جملة من القضايا اللي تمنا، أما الوضع في سوريا، أما الوضع في المنطقة اللي نحن نعيش فيها، أما كثير من المواضيع اللي خضنا فيها، قضية فلسطين، كل القضايا كما تفضل سيادة الرئيس بتعداد المواضيع اللي نظرنا فيها في الندوة الصحفية اللي يقومنا بها معنا، يعني هذوما كل المواضيع نظرنا فيهم. وطالما أن كان الاستماع يعني مستصاغ وكانت فيه إضافات أيضا في الجواب فكان بالطبيعي يعني. لكن هل اتفقتم على تنسيق معين بشأن الوضع الليبي؟ على استعداد للتنسيق في كل المواضيع اللي طرقناها، يعني لابد ما نقفش في موضوع معين، كل المواضيع تهمنا، ولم نأتي هنا إلى القاهرة فقط لنتفاهم في موضوع واحد، كل المواضيع اللي العالقة واللي فيها لمصر مواقف، فيها لتونس مواقف، يعني تطرقنا إليها. وفي الحقيقة لابد أن نقول أننا وقفنا على عدة مواضيع فيها التطابق. ماذا عن سوريا لو انتقلنا إلى شأن آخر وهو هي قضية أخرى مشتعلة في المنطقة؟ ما هو موقف تونس من سوريا؟ هل توافقون على وجود الأسد في تسوية قادمة؟ وأنت ترى طبعا ما حدث وضرب روسيا، موقفكم من الأسد، ما موقفكم من ضرب روسيا لما تقول أنها مواقع لداعش في سوريا؟ أولا المشهد تغير جوهريا، التوازنات اللي كانت موجودة قبل تغيرت، لا يعني أن روسيا أتت كعامل جديد، موجودة من قبل، ولكن الآن أخذت مواقف أكثر جرأة. وموضوع الأسد وغير الأسد هو موضوع ثانوي، المهم ما هو المخرج من الوضع في سوريا. لكن جاءت عوامل جديدة، أولا سوريا يعني روسيا دخلت بثقلها، وكذلك أيضا الآن ثم ضيف جديد وهو إيران اللي ما كانش موجود في المنطقة، وهل الشيئين اثنين غيروا المشهد؟ ولابد على العرب أن يعيوا هذا الشيء ويتعاملوا معه بموضوعية وبجدية. والملاحظ المؤسف هو كون كل الأطراف الآن تتعامل بما فيهم الأمريكان والروس وإيران وغيرها، ونحن العرب غائبون على المشهد، وهذا شيء غير طبيعي ولا يمكن أن يتواصل. هل لدى مصر وتونس مبادرة تجاه سوريا؟ نحن لا نبادر إلا إذا وفقنا بين كل المتداخلين وخاصة المتداخلين العرب، وهذا لم يتحقق بعد، لكن نحن عندنا عزيمة في كونه إن شاء الله. يعني إن ما هو الغرب يتدخل لأن العرب لا يتحركون؟ لا يتدخل لأنه يريد التدخل لأسباب تهمه، ولكن العرب لا يتدخلون إلى الآن. ومعروف أن كثيرا من الدول منها العربية ومنها التركية ومنها غيرها كل دولة لها أجندة في الوضع. وما هي أجندة تونس تجاه سوريا؟ هل تونس ما عندهاش أجندة. هل توافقون على وجود بشار الأسد في التسوية القادمة؟ أولا قلت وأن موضوع الأسد ليس الموضوع الجوهري، موضوع الجوهري كيف الخروج من الوضع في سوريا اللي هي تهمنا
وبلدنا وبني جلدتنا، وعندنا رغبة في كونه الأمور تتم بأقل ما يمكن من التكاليف بالنسبة للشعب السوري. لكن هذا شيء لا يتحقق بالتمنيات، لابد أن يكون لنا إسهامات في تبلور الوضع. إلى الآن إسهاماتنا ضعيفة حتى لا نقول مفقودة. لكن يعني مرة أخرى أسأل نفس السؤال، الأسد هل ترون يعني بدأ يتردد اسم بشار الأسد مرة أخرى أنه قد يكون جزء من حل ولو في مرحلة انتقالية؟ هل أنتم في تونس توافقون على وجود الأسد في مرحلة قادمة؟ هو أولاً الأسد عنده مسؤولية كبرى في تدهور الوضع في بلاده وفي تهديم البلاد، يعني بعد الانتهاء من الأزمة هذه يعني سوريا لابد أن نظر في إعادة أعمارها بكيفية جدية، لأن الوضع فيها متدهور جدا، والأسد له مسؤولية في الأوضاع هذه، يعني كل الأطراف لها مسؤولية. لكن المهم كيف الخروج من هذا الوضع؟ هل نوضع موضوع الأسد قبل النظر في الأوضاع، أو نبقي الموضوع إلى فترة أخرى طالما أن بعض القوى يعني توافق على كونه موضوع الأسد ليس بالتأكيد يعني الآن، يعني يقع النظر فيه فيما بعد. لكن من الواضح يعني لدى الجميع أن الأسد لا يمكن أن يكون الحل لأوضاع ليبيا بصفة نهائية. سوريا انقسم العالم العربي تجاه الضرب الروسي، دول الخليج اعتبرته اعتداء ورفضته، الولايات المتحدة أيضا طبعا، لكن مصر موقفها كان مختلف، تونس ما هو موقفها؟ موقف مصر كان موقف حكيم. احنا بالطبع احنا ضد الضربات كل، لكن ليش؟ لأن الآن ما جابتش نتيجة. يعني أنا سبق لي أن حضرت في السبعة الكبار وقلت هذا الشيء، يعني الآن قاعدين نقاوموا في داعش بالضربات الطيران، في الواقع داعش تتقدم. لو انظرنا للمشهد في ليبيا اللي فيه داعش أيضا، يعني داعش تقدمت، خرجت من درنة يعني اللي هي في حدود مصر، والآن ولت في السرت اللي هي واستولت على المدينة وكذلك أيضا على المطار، وتقدمت الآن إلى أن وصلت في صبراتة، وصبراتة فيها 70 كيلو على تونس. احنا بالنسبة لنا المخاطر جاية من هذا. والآن المقاومة تاع داعش ما هيش منسقة وما هيش يعني إيجابية، ولهذا يجب إعادة النظر في كل هذا. ربما إذن الضربات الأمريكية لم تكن ضربات جدية، والضربات الروسية قد تكون ضربات حقيقية تعرف أين تضرب. لكن الآن من الواضح وأن الضربات الروسية في ضد داعش البعض، والأكثرية ضد المقاومة السورية في سوريا، وهذا شيء خلى يعني استنهض حفيظة الدول العربية الأخرى وخلاوا المواقف اللي تفضلت بدرجة. يعني هناك أيضا بعض الخلافات بين تونس ودولة الإمارات العربية رشحت على السطح مؤخرا، هل جئتم إلى القاهرة ربما لطلب وساطة من الرئيس السيسي لتحسين العلاقات التونسية الإماراتية؟ لا يوجد خلاف بيننا وبين الإمارات العربية، بلد صديق وشقيق، وعلاقتي أنا الشخصية كان مع والدهم المغفور له طبعا اللي كان رجل حكيم حقا، ولكن ما عندناش خلاف. يعني فيه بعض الحساسيات الشخصية اللي معناها احنا تجاوزناها في تونس، لم يصدر من تونس أي ملاحظة حول العلاقات مع الإمارات، ونحن لسه في موقع أن نطلب لتدخل بما فيهم مصر الصديق. لا ما نشفى الاتجاه هذا، وهذا موضوع غير الموضوع. لكن فندم في توتر في العلاقات، يعني لا ما فيش تأشيرات كثيرة لتونسيين، التقلص الاستثمارات الإماراتية في تونس، في أنباء عن مذكرة توقيف بحق أحد الأمراء ولا أحد الشيوخ في الإمارات، يعني في توتر، في أنباء كثيرة عن هذا التوتر. هذه مبنية على إشاعات
ويلزم الإنسان العاقل المسؤول اللي عنده مفهوم الدولة لا يحدد مواقفه على الإشاعات. أولاً تفضلت بالقول أن فيها توتر لأن فيه تتبعات ضد كذا، هذا أنفيه قطعياً وغير موجود. بمعنى مذكرة التوقيف ضد أحد الأمراء أو أحد الشيوخ في ما هو صحيح، وقلنا هذا غير حقيقي. كانوا قالوا في بالنسبة للشيخ دبي وكذا، أنا كنت في دبي تقابلنا مع أعتقد حضرتك قدمت العزاء في دبي وكذلك، ولكن أنا أؤكد أن هذا غير موجود. وأنا لم أتكلم، إذا تكلمت فأني أتثبت قبل ما أتكلم. إذن لم يطرح هذا الأمر، لم يطرح هذا الأمر، لم يعرض الرئيس السيسي ولم تطلب من الرئيس السيسي، لا لم يعرض ولم نطلب نحن هذا الشيء. لماذا قبلتم أن تكونوا شريك في حلف الناتو من خارج الناتو؟ هي عبارة خاصة، شريك في حزب الناتو من خارج الناتو، يعني إذا كان من خارج نسلة في الناتو. احنا اعتبرنا شريك مميز خارج الناتو بالنسبة للأمريكان. نعم. احنا شركاء الأمريكان ليس من اليوم، كنا نتعامل من وقت الاستقلال إلى اليوم، ومعروف لدى الجميع وأن الأمريكان لهم صداقة مع تونس ومع الرئيس بورقيبة رحمه الله. ولما صارت الهجمة الإسرائيلية على حمام الشط بالنسبة لمقر المنظمة، فإنه لأول مرة ومن الأسف لآخر مرة في التاريخ الأمريكان ما استعملوش حق الفيتو بالنسبة للقرار التونسي. ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك وأن عندنا صداقة وعندنا علاقات مميزة، وأنا أعمل من أجل استمرارية هذه العلاقات لأنها في مصلحة تونس. هل يعني ذلك أن تونس قد يكون بها قواعد عسكرية أمريكية أو قواعد عسكرية للناتو في المرحلة المقبلة؟ لابد أن نعي جميعا أن الولايات المتحدة لا ترغب في قواعد خارجها. ليش؟ لأن الوضع تغير، ولأن لو الناس تعرف الحقيقة شوفوا الناقلة الأمريكية الكبرى كيف النيميتس وكيف غيرها لا تستحق إلى قواعد. ليش؟ لأن ما فيش قاعدة يكون فيها 5000 عسكري مثل ما هو موجود فوق الناقلات الأمريكية، ومطارات 3، وكذلك أيضا فيهم يعني طائرات نفاذة 120 طائرة في كل واحدة. يعني مثلا يعني تغيرت، والولايات المتحدة ليست في حاجة إلى أن تكون لها قواعد في تونس أو في غير تونس. وبالطبع نحن أيضا كتونس يعني نحافظ على استقلالية قرارنا، وما نرغبوش باش تكون عندنا. ما ميزة هذا الاتفاق إذن بالنسبة لتونس؟ شو الاتفاق؟ هذا الاتفاق يعني هذا النوع من التحالف خارج الناتو، ولكن يعطيكم صفة معينة، صفة مميزة. ولكن تونس ليست البلد الوحيد اللي في 16 دولة من يعني. نعم. لهذا يعني هذايا الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس أوباما يرى وأن تونس صديقة حقيقية للولايات المتحدة، ولهذا فإنه يقرر أن يدخل معها في نوعية هذه العلاقات ويرفعها إلى هذا المستوى التي فيها مصالح لتونس من حيث التعاون في كل المجالات مع الولايات المتحدة الأمريكية. المعارضة التونسية ربما انزعجت بعض الشيء من هذا القرار سيادة الرئيس. هو في أي بلد المعارضة تزعج منزعجة على طول، ولكن اللي يهمنا نحن هل أننا في طريق السوي أم لا. أنا أعتقد وأنا المسؤول على تونس باعتباري أول رئيس منتخب من الشعب، وشعب هو صاحب السيادة ليس المعارضة، فأني أنا واصل لهذا الاتجاه لأني أعتقد وأن ذلك في مصلحة تونس. ماذا عن انضمامكم مؤخرا للتحالف الدولي ضد داعش؟ وكذلك لأن عدونا الأدد هو داعش، وكذلك فيه أناس يقاومون داعش، فأنا نعتقد وأننا نحن منسجمين في المقاومة لداعش. أليس ذلك متأخرا بعض الشيء سيادة الرئيس؟ كل شيء في أوانه. يعني لماذا قررتم الآن؟ يعني ما هو لأن الآن توضعت الموضوعات فأننا قررنا ذلك. ولكن نحن في كفاح ضد داعش من زمان، ولكن داعش قاعد يتقدم، ولكن أيضا يعني ما رأيناش وأن في غير الطرف اللي تحالفنا معه يقاوم في داعش بصفة جدية. على كل حال في ليبيا ما فيش من يقاوم في داعش، يمكن شيئا ما بالنسبة لمصر فعلا ولتونس.
رغم أنه قرار متأخر، ماذا يعني بالنسبة لتونس؟ هل يعني مثلا تونس ستشارك بسلاح، ستشارك ولا معلومات فقط؟ ما فيش قرار متقدم وقرار متأخر. القرار يجب أن يصل في الأبان، مثل الدواء يأتي على الجرح فيبرئ الجرح. نحن الآن أرينا من مصلحتنا وأنه آن الأوان لنتحالف مع غيرنا لمقاومة هذه الآفة. هذا الأصل. هل ده يعني مشاركة عسكرية ولا يعني فقط مشاركة بمعلومات؟ يعني الموضوع هذا فيه عدة مشاركات، مش بالضرورة مشاركة عسكرية. ونحن من ضوابطنا لا ندخل في مواجهات عسكرية خارج ترابنا، ولهذا مش هذا غير وارد. ولكن فيه أولا تعامل بالمعلومات، فيه تعامل بكثير من الميادين، يعني ليس من المجال أن نعددها الآن. هل كل هذه التحالفات الجديدة لتونس، المواقف الجديدة، الناتو والتحالف ضد الإرهاب، هل كل هذه التحالفات قد تزعج بعض الشيء الجار الجزائر؟ أولا أنا أسمح لنفسي أن أصحح. تفضل. ليس تحالف مع الناتو، ليس لنا علاقة مع الناتو. مفهوم. مع الجزائر نحن علاقاتنا مميزة، ليس من اليوم، من وقت الثورة الجزائرية كانت موجودة في تونس وتعاملنا مع جنب لجنب لمقاومة الاستعمار، والجزائر خرجت من تونس منتصرة والتحقت ببلادها وأعلنت عن استقلالها. لكن الآن علاقاتنا مع الجزائر علاقة مميزة جدا، فينا تعاون كبير في موضوع مقاومة الإرهاب معا، لأن الإرهاب ليس فقط في هذا الحد، هو زاد في الحدود الأخرى. ومعلوم أن ليبيا لها أجوار كثيرين، يعني تشاد والنيجر وحتى معنا السودان، وفيها تونس وفيها مصر، حيث من الضروري أن نتعامل مع بعضنا وننسق مع بعضنا لمقاومة هذا الإرهاب. لكن مع الجزائر علاقاتنا مميزة جدا، يعني وعنا تعاون كبير، ونعتبر أن حدودنا مع الجزائر مؤمنة من الطرفين. الجدار الفاصل الذي تبنونه بين على الحدود مع ليبيا برضو أزعج البعض في ليبيا. إلى أين وصلتم في هذا البناء، في بناء الجدار أو الخندق أو الفواصل؟ هذا خندق دفاعي، نحن تونس يعني في دفاع شرعي أمام الهجومات اللي تأتينا من هذا البلد، وتأتينا السلاح، يأتينا سلاح، ويأتين أيضا المدربين في ليبيا وهم من الجنسية التونسية، وكثير وكل الاعتداءات اللي وقعت على تونس سواء كان في باردو المتحف أو في سوسة. يعني من التوانسة قادمين من ليبيا اللي هم كانوا ممرنين في ليبيا وعندهم خطة، وكذلك أيضا مؤيدين من جهات مختلفة في ليبيا. ألغيتم حالة الطوارئ التي كنتم قد فرضتوها منذ أيام قليلة، يعني لماذا؟ هل تشعرون الآن أن الوضع أفضل، لا يحتاج لحالة طوارئ في تونس؟ أولا لم نلغي حالة الطوارئ، انتهت بطبيعتها، لأن الطوارئ لها أجل مضبوطة، الأجل انتهى يوم 2 أكتوبر، لكن لم نمدد في الأجل. وتمت الموضوع. لكن ليش؟ لأن الأوضاع في تونس تحسنت أيضا، وخاصة في مقاومة الإرهاب الداخلي، لأن احنا إرهاب ما فقط جاينا من ليبيا، هنالك أيضا إرهاب داخلي. ونعتقد وأن يعني الحكومة الداخلية ووسائل الجيش ووسائل الأمن يعني أداهم تحسن كثير بالنسبة لهذه الآفة، ولهذا يعني لم نرى فائدة في التمديد، ولكن لو فرضت علينا ظروف لمددنا، لكن الآن ما لناش في هذه الحالة. لكن قانون الإرهاب الذي تم إقراره في تونس مؤخرا أيضا واجه معارضات كثيرة، وقيل أنه قانون ليس ضد الإرهاب ولكن ضد الحريات. إذا كان فيه قانون لم يواجه معارضة من المعارضة فأنه ليس صالح. ما ينفعش. وبالتالي يعني حضرتك ترى أن هذا القانون هو بالفعل ضد الإرهاب وليس لتقييد الحريات. بالطبع، والحريات كانت دائما محترمة، ولم يتمكن أي إن كان أن يقول أن في الفترة التي كان قائما فيها قانون الإرهاب أن هنالك حرية وقع هضمها. ورئيس الجمهورية في تونس هو ضامن في حرية التعبير وحرية العمل السياسي. وأنا قلت للمعارضة لما زاروني،
قلت لهم حظكم أني أنا الرئيس لأني أنا أحفظ الحريات. مانيش مسامح يعني كلمة تبدو مصرية شوية وهي شعار رفعه عدد من التونسيون أو من التونسيين يعني رافضين لقانون أيضا المصالحة. مانيش مسامح. لماذا طرحتم هذا القانون؟ هل ترون أن خلاص الوضع يعني مواتي للمصالحة مع ما سبق؟ أولا احنا لا نطرح قانون او مشروع قانون بدون حجة. الوضع في تونس اللي ورثناه عن سابقنا كان وضعا سيئا جدا، سواء كان في الميدان الامني ونحن قاعدين نواجهه فيه وفيه تحسن في المواجهة، او في المجال الاقتصادي والاجتماعي. المجال الاقتصادي وضعنا متدهور جدا وهذا ورثناه، وكيف يمكن الخروج منه؟ يعني نحن من وجهة نظرنا الخروج منه يجب أن نحقق في بلادنا مناخ ملائم للاستثمار، ولا يوجد الآن مناخ ملائم لجلب الاستثمار سواء كان الخارجي أو حتى الداخلي، لأن فيه كثير من الإطارات خاصة في الإدارة متوجسين خيفة من التتبعات، لأن بعض المعارضة هي يعني مش كل معارضة هي إسلامية، في أيضا معارضة يسارية. نعم، نفس الحال عندنا في مصر. المتشددين في هذا الطرف أو في الآخر. نعم. وكل تشدد ملغى. يعني كانوا ضد هذا، يحبون نتابع ونحاكم وندخلوا في السجن ونحاسب. هذه مسألة يلزم يقتنع الجميع وأنها تجاوزتها الأحداث، لأن الثورة لها 5 سنوات الآن ولم نتقدم قيد أنملة في فضل المشاكل الأساسية تاعنا، سواء كان في الميدان يعني الاجتماعي أو في الميدان أيضا الاقتصادي. وبالتالي ترى أن قانون للمصالحة ولربما ما نسميه في مصر العدالة الانتقالية لا حتى في تونس عندنا العدالة، احنا في تونس احنا ومصر نفس عندنا العدالة الانتقالية، لكن العدالة الانتقالية الآن لم تقم بما يجب القيام به للنتيجة، لأن عندها توا الآن يعني 2 سنين من عام 13 وإحنا القانون تاع العدالة الانتقالية قررناه ولم يفصل ولو وضعا واحد. لا يمكن أن نترقب إلى ما لا نهاية له، البلاد لا تترقب، الاقتصاد لا يترقب. صحيح. يعني لابد قدمنا هذا المشروع للإسراع بالحل بدون أن نمس بدور العدالة الانتقالية التي مسؤولياتها ليس اقتصادية ومالية بل أساسا حقوق الإنسان والاعتداءات وكذا، وهذا يبقى تام وإن شاء الله يقوموا به. سيد الرئيس، حركة النهضة هل هي شريك أم هي معارض أم يعني كيف؟ احنا سألوني مرار وأنا صح بالمشروع، يعني قلت لسنا حلفاء ولكن نتعايش. نتعايش وضروري أن نتعايش لأنهم موجودون، وأنا أمامكم ضد الإقصاء لأني قاومت الإقصاء لما كان موجه ضدي وضد الأصناف الأخرى. كنت معارضاً أساساً. نعم. حين كنت لا يعني ما كنتش معارض، كنت مسؤول أعمل من أجل مصلحة بلادي. كانت المصلحة في كونه أقاوم ذلك وأقول أن نجحنا فيها، ولكن الآن لما أصبح الحكم بأيدينا ليس خليقاً بنا أن نقصي غيرنا. عدم الإقصاء هذه قناعة أم أنها مش عايز أقول إملاء غربي ولكن لإرضاء الغرب؟ تونس بلد صغير ولكنه له مبادئ، وأول من المبادئ هو استقلالية القرار ولا يخضع إلى تدخلات سواء كان أجنبية صديقة ما ندخلوش فيها، لأن احنا عندنا ضوابط، ومن أهم الضوابط متاعنا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة. نعم. نعم. والصديقة كذلك، ولكن لا نقبل أن يقع التدخل في شؤوننا. لكن يعني عندما يأتي وزير العدل التونسي ويتحدث عن ربما مطالبة بإلغاء البند الخاص بتجريم المثليين في العقوبات الجنائية، ألا تعتقد أن ده برضو يعني مختلف قليلا عن الدين ومختلف عن العرف وعن التقاليد العربية، يبدو قريبا من الغرب أكثر من قبل؟ هذا صحيح،
ولكن السيد وزير العدل الذي تفضلت بذكره لا يلزم إلا نفسه، لكنه طلب المجتمع المدني بالضغط ولكن من أجل الحرية. ولكن طلبه لا يلزم الدولة، وهذا لا يتم ولن يتم، لن الزمخشري تعرفوه لن يتم. أي أنت ترفض ذلك؟ أرفض ذلك. حركة النهضة أيضا اعترضت على إغلاق عدد من المساجد، عزل عدد من الأئمة، كيف تلقيتم؟ لو استمعتم لي في التلفزة التونسية لأني قلت واضحا إلى زعيم النهضة هذوما الوعاظ هذوما وكذا ليس لك، هذه الدولة هي اللي تعرف، وفيهم من أساء للدولة بتشجيع خروج كثير من الشباب التونسي للالتحاق بداعش، ومن واجب الدولة أن تزيل هذا السبب. السؤال الأخير يجب أن يكون عن الاقتصاد، ماذا ستفعلون؟ نحن نشعر بالأزمة الاقتصادية التونسية لأننا في أزمة مماثلة يعني، وتونس تقوم على الاستثمار والسياحة، صحيح. ماذا أنتم فاعلون؟ أولا قانون المصالحة اللي سيخلق مناخ ملائم للاستثمار، وبدون ذلك فأنا لا استثمار لا داخلي ولا خارجي، ولهذا هذه موضوع أولي من نعم. أولويات، لذا احنا قدمنا هذا المشروع. يعني تتوقعون مثلا معونات من دول أجنبية، من مؤسسات مانحة؟ نحن لا نطلب أي إعانة، ولكن نقبل إذا كان أصدقائنا حبوا يساندونا. وسبق لي أن قلت إلى أحد المسؤولين واستنجدت بشعر الفرزدق. ماذا قال الفرزدق؟ وأجمل من نور تفتحه الصباح بياض العطايا في سواد المطالب. نحن نعرف أن المطالب سوداء، ولهذا لا نطلبها، ولكن إذا كان أصدقائنا ساندونا أهلا وسهلا. بس لديكم خطة للتنشيط الاقتصادي ولاستعادة السياحة مرة أخرى بعد حادث السوسة؟ بالطبع، ولكن يعني لابد الدخول للبيوت من أبوابها، وفيه مواضيع أولية يجب نحققها، وأول شيء نحققه للرجوع الاقتصاد إلى طريق هو خلق المناخ الملائم للاستثمار، سواء كان المناخ الداخلي الاستثمار الداخلي أو الخارجي، ولا وجود الاستثمار الخارجي بدون الاستثمار الداخلي طبعا. لكن الآن المناخ في تونس غير ملائم، لأن الاستثمار الداخلي يخو مكانه، لأنهم كثير منهم متخوفين من التتبعات ومن كذا، لأن يعني الشيء اللي كان قبل واحنا ما نحبوش نرجعوا له، يعني مليونين تونس كانوا في الاتجاه، يعني نقطوهم كلها باش نرضيه المعارضة وأننا أنا أشفينا الغليل، لا هذا شيء جاوزته الأحداث. سيدي رئيس أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، ربما كلمة بقى للشعب المصري. تحية للشعب المصري كما تقولون، صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر، صباح الفل يا تونس. أنا بشكرك شكرا جزيلا، برحب بك مرة أخرى في وطنك الثاني مصر، وربما نلتقي المرة الأخرى في تونس إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، كان هذا هو لقاءنا. أتي إلى تونس فإنها تؤنس طبعا. أشكرك سيادة الرئيس، وكان هذا هو لقاءنا مع السيد الرئيس التونسي باجي قايد السبسي هنا في القاهرة بعد لقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكركم أعزائي المشاهدين، ونتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديد تحييكم، تصبحوا على خير.